مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الأخيرة من نولي فام. ملك الدوزي أهلا وسهلا. عسلامة حبيبي، مرحبا بكم بكل المستمعين. شكرا لك. وقايت فما ترانديت، فما آخر أخبار. يلا حلومة يلا. ستار نيوز. في الأخبار الأولاني حبيت نكرموا الممثل الراحل اللي في مثل هذا اليوم فقدناه عن الساحة الفنية، وهو الممثل المخرج المسرحي التونسي المنصف السويسي. هو ممثل ومخرج مسرحي تونسي، يعتبر من أبرز رجالة المسرح في تونس، ممثل ومخرج ومدرس. نظر حياته للفن المسرحي ملي كان صغير، وهو الفنان والمبدع الكبير اللي توفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان. عاش رحلة إبداعية طويلة أسس فيها هيكل وأطر وأنشطة وتظاهرات مسرحية من أجل الدفع قدما بالحركة المسرحية في تونس. امتدت مسيرته على أكثر من نصف قرن، وأدار عدة فرق مسرحية من بينها الفرقة القارة للمسرح بالكيف، فرقة مسرح مدينة تونس، كما أدار المسرح الوطني التونسي بين عام 84 و88، ودرس بمعهد الفنون المسرحية بالكويت. كيف أسس عدة تظاهرات مسرحية في تونس وفي الخارج، أبرزها أيام قرطاج المسرحية. اعتمد المنصف السويسي في مسيرته على كتاب ومسرحيين غربيين وعرب، وتناول أفضل ما كتبه في المسرح القديم والمعاصر. عنده العديد من المسلسلات والمسرحيات، وأبرزها إخراج مسرحية باي باي لندن في عام 81، كيف خدم مدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وأخرج ما يزيد عن 60 عمل مسرحي، منها عطشان يا صبايا، ديوان ثورة الزنج، مولاي الحسن الحفصي، كيف ريناه زاد في عدة مسلسلات تونسية على غرار مسلسل وردة، عطر الغضب، أقفص بين الطيور، دروب المواجهة، وفي العديد من الحكايات العربية. الله يرحمه. بالحق يبقى من الرموز سورتو. هو المؤسس نتاع أيام قرطاج المسرحية الحقيقة. كما وعدنا البارح باش نعطيو القائمة. أيوة حضرت القائمة الأفلام الموجودة في جي سي سي. أيوة. نبدأ أفلام الروائية الطويلة. باش يشارك فيها فيلم ماء العين لمريم جعبر، عائشة لمهدي برساوي، الذرير الحمر للطفي عاشور، برج الرومي للمنصف ذويب. أيوة. هذوما الأفلام الروائية الطويلة. أيوة. الأفلام الروائية زادة الطويلة فيهم القنطرة لوليد مطار، برزخ لقيس المجري، لازون للسعد التخيلي. أيوة. وهذوما الأفلام الطويلة. بالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة، شهيري لحبيب العايب، الذكريات والأحلام لإسماعيل، ماتيلا لعبد الله يحيى. الأفلام كيف مزرنا في الوثائقية الطويلة، حدود الله لأنيس الأسود، بنت ثمانية جانفي لمروان المدب، لون الفوسفات لرضا تليلي، وحلم على الهامش لكريم السويكي. محلى الاسم الأخر، حلم على الهامش. حلم على الهامش. عندي برشا حلمات على الهامش. كلمة مقرة جملة. اللي عجبني تو زوز الأسامي، خاطر ما تفرجناش احنا تو. أيوة. عجبتني حدود الله، وعجبتني خاطر أنا عندي كلمة تلك حدود حلم الله. حلم على الهامش. أفلام الروائية القصيرة، نكون للممثل فارس نعناع، على الحافة لسحر العشي، في ظلمات ثلاث لحسام سلولي، ليني أفريكو لمروان لبيب. أفلام الوثائقية القصيرة، الأيام الأخيرة مع إليان لمهدي الحجري، أنامل لعايدة الشامخ. الأفلام الروائية القصيرة، الصحابة العاشقة للنصر الخمير، خيالي لحمزة العوني، لودينج لأنيس الأسود، ويني ديانا اللي هي أين ديانا لسامي الشيب. أيوة رجعها ويني ديانا. ويني ديانا. ما وراء الواقع لبشير زيان، ثنيه عيشه لسلمى هوبي. هذوما الافلام. تويكا باش نحكيوا على الافلام التونسيه المشاركه في المسابقه الرسميه لقرطاج الواعده. اللي هي خنقه العطش لهزار عباسي 1321. دي خنقه العطش خير من خنقه العطش. مش معبره خنقه العطش، خنقه العطش. اي تحس هكا معبره دي فالير. صحيح. 1321 لبلال الزغدودي، وهنا وهناك ليوسف قرميزي، واللعنة لبثينة علولو. أعطيك الأفلام التونسية المشاركة في الاختيار الرسمي خارج المسابقة بانوراما 35، ستون لكريم برحومة، ود لحبيب المستيري، عصفور الجنة مراد بشيخ، رحلة وجدين خالد البرساوي، وقلب حجر نضال شطة.
باهي ياسر. وهذو ما توا دياسبورا، الأفلام اللي باش يكونوا خارج المسابقة في دياسبورا. سودان يا غالي، هند المدب، فليجة حمراء، فييج جربي، وسولا تيرا لقيرا سارة فقير. وتمشي تنزد تكريم المخرجة القديرة سلمى بكر، اللي هي أحد الرائدات في السينما التونسية، من خلال العرض العالمي الأول لأحدث أفلامها النافورة ضمن فعاليات الدورة 35 ديما نفكروا لأيام قرطاج السينمائية اللي باش يتم من 14 ل 21 ديسمبر الجاري. كيف كيف فما عرض خاص للفلسطين للفيلم الوثائقي الطويل وين صرنا اللي قلنا عليه قبل الدور الزروق. هذو ما القائمة متاع هذه القائمة النهائية. نتمنى لهم التوفيق الكل إن شاء الله. نتعدي للخبر الثالث اللي هو حفاوة كبيرة تحصل عليها محمود حميدة مؤخرا بمهرجان الجونة السينمائي. مهرجان الجونة السينمائي على ابن تونس مهرجان الجونة. وين تم تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمسيرته الفنية المميزة بالسينما. نعرف الناس الكل اللي هو قدم أعمال أيقونية من وقت دخوله للمجال بالثمانينات، وقدم أدوار مع أهم نجوم الشاشة على غرار الفنان الراحل أحمد زكي، عادل إمام، حسن حسني، ليلى علوي، وربطته علاقة صداقة كبيرة مع ممثلات مصر الناس كل نعرفوها. وبالتأكيد إضافة للموهبة الكبيرة بالتمثيل، محمود حميدة عنده كاريزما عالية على الشاشة برش. وفي لقاء إعلامي ليه محمود حميدة تحدث عن التمثيل في الزمن الجميل، وقال أنه من أبرز الأسماء اللي عاونته باش يولي في المكان اللي هو فيها تو الممثلة لبلوبا، هي شجعته على التمثيل ودخوله للسينما والفرجة في الأفلام، كيف كيف شكر يسرى، الهام شاهين، نادية الجندي، نبيل عبيد، وقال أنهم عاونوه ووقفوا معاه باش اليوم نراوه من أكبر الأسماء. حلو التصريح برش. كما قال أنه مهنة التمثيل حضور وإتقان مش شكل، وقال انه رغم مصنف من الوجوه الشابة الاكثر وسامة وكاريزما، الا انه يعتبر الموهبة والتمثيل هما المعايير الوحيدة اللي تخليك تفرض وجودك، وانه بالشكل يجي نهار والناس تنساك. قال انه عمره ما فكر كما زملاء والناس كيفاش قاعدين يشوفوا فيه، وقال انه كل زمن عنده مقاييس الجمال الخاصة به، وانه الجمال عمره ما كان عنده بعد عقلي بل عنده بعد ذوقي. بما انه حكينا على الجمال، فقد اختار الممثل حسين فهمي أيقونة الشاشة بلا منازع، وتحدث عن الصعوبات متاع مهنة التمثيل أيام الزمن الجميل، وقال أنه مش مستاهل باش تفرض وجودك بين الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة، وأنه الحنين للماضي مش موجود عنده، اللي فات مات، وهو ممثل في أي زمن يمثل ويتأقلم مع أي مخرج مع أي ممثل تحطه مع أي ممثل مع أي عصر مع أي وجوه. نفكروا من أبرز أعمال محمود حميدة دونتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، شمس الزياتي، الثعالب، وغيرها اللي تتجاوز 100 فيلم ومسرحية. التصريح الحقيقة محلى بالأخص كبداية، شكر الناس اللي عاونته في بداياته، هذا أنا الحقيقة نعتبره من شيم الكبار. قال أنا مدين ليها. أي فولا أنه عبد في مكانته وفي قيمته الفنية يقول لك أنا عاوني فلان، حتى بعد السنين هذه كل كان ينجم يتعدى على روحه يعمل تصريح وبالأخص باش يتكرم وكذا، يعمل تصريح على روحه يروح على روحه وكهو، ولكن قال أنا عاونتني هذه وهذا 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 وهذا. مش الناس الكل تنجم اليوم تعترف أنه الإنسان ذاك اليوم كان عنده فضل باش حاجة مهمة برشا، راهي مهمة بالحق، وتزيد تعلي من قيمة الإنسان مثل هذه التصريحات. ويحكي بالبليدي، معناها أنا اختصرت اللي قالوا بليدي تاي، كل واحد شنو هو الحاجة اللي زاد هيلو، معناها الفالورة جوتي اللي عطاه هيلو، معناها كل واحد يقول راو زادني هكا راو عاوني راو قف معايا هيك، قال لي ادخل هيك اعمل النضج الفكري، وحتى حاولوا يستفزوه في الانترفيو باش هكا يشوفوه رايه من الجيل الصاعد اللي يعطيوه ادوار بطولة معاه وكل. قال انا نقدر اي جينيراسيون باش تمثل معايا، نقدر اي ممثل اي مخرج باش ينادي لي، وما نبكيش على الماضي، معناها حتى كان ما يعيطوليش صحيح. اخر خبر هي تصويرة ترانت هبطت البارح، نشرها الفنان المصري محمد رمضان، وين اعلن على زيارته قريبا لتونس، وقال اللي هي انفيتاسيون من عند الاعلامي زهير الطيف. أيوة. قال قريبا باش نجي لتونس لدعم المجهود التنموي والسياحي بدون مقابل فقط لاني احب تونس. سي صح كثر خير. ما نحكي واش على الخبر قداش لقى شو القابلة. فما اللي قال لك علاش تونس، معناها قاعده محمد رمضان باش يجي يروش فيها،
قالوا علاش ليه معناها علاش مش ممثلين وفنانين احنا اللي يروجوا البلاد معلاش يجيبوا في محمد رمضان. هو يعطي الصحة للإعلامي زهير الطيف اللي اقترحوا اللي باش يجيبوا بدون مقابل كما قال هو علاش كلمة بدون مقابل تتقال في التصريح. قالوا ظلنا خاطر جايبين علاش بدون مقابل؟ ينال حتى احنا فنانين هاو غادي في بلادكم في مصر وقاعدين يخدموا ظافر عندنا دره عندنا ويخدموا يصوروا عندكم وما قالوهاش كلمه بدون مقابل ويشجعوا في السياحه نتاعك. اغلب الكومنتريات كانت سلبيه. نفكروا اللي محمد رمضان كان في دعايه الشركة نتاع مشروبات غازية معروفة الكل ومعني ربطوها بالكيان الصهيوني الكل. قالوا إنسان كيما هاي ما ينجمش يمثل تونس معني أغلب لكم كواجه معروف معرفش أنت ممثل فنان شامل ما أنت تحب تسمي روحك ولكن علاش كلمة بدون مقابل تتقال في تصريح أنا جاي نحب تونس ونحب نخدم تونس خاطر تعجبني كان هذا أي كان هذا علاش اللي ده عمل المجهود التنموي والسياحي حسسني هو يعمل لنا في الاستراتيجيه نتاع السياحه نتاع البلاد ويقعد مع الوزاره ويحسب قداش دخلنا وقداش خرجنا وقداش عندنا من ليله مقضات وقداش هي بيدرا حلوه هي معناها تصريح كيما هكا تصريح كيما هكا مستفز مستفز على الاخر بدون مقابل بدون مقابل بانفيتاسيون من صديقي ما يسالش ايجا الكل نعطيو كانفيتاسيون اما غير بدون مقابل خاطر تونس معناها مش مستحقة لشكون باش يروجها ما شاء الله. طيب اولادها تخدم انت يعطيك الصحة خممت وكذا هو بالحق الاعلامي يعطيه الصحة اللي خمم انه يوري تونس بعينين مصرية بعينين النمبر وان كما هو نمبر وان لقب روحه فوالا اما ما فماش علاش بدون مقابل عرفت يا توينس هاني جاي هاني جاي يا جماعة راني جاي بلاش راني نخدمكم بلاش سيدي يعطيك الصح حللت اهلا ونزلت سهلا وتحب تخلص اخلص المفيد خرجنا تونس في حاجة باهية ولا لا تعملنا فازتك نمبر وان وتعملهم لنا في تونس حتى شيء خرج والله مش نستنى نشوف مش يعملت والله حتى انا خرجت ترويجات برشا ان شاء الله ما تتروش تونس كيما هكا معناها هذاك اللي نتمناه تي الصحة خمم فينا والله شفت كيفاش شفت السياحة يحب تونس طلع لا بالحق هو تي الصحة يحبنا وكل شيء والله وفما برشا يحبوه زادة اما ريت احنا في تونس علاش ناقصين انه نخدموا على السياحة نتاعنا علاش ما نشاركوش الشباب هذه ديما نقولها رانا عندنا باجات رعب قاعدة تخدم على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تصور وليدات قاعدين يصوروا الماتريال نتاعهم قاعدين يخرجوا للشوارع وللاسف يتفك لهم الماتريال نتاعهم راه نقولها بالحق حاجه توجع القلب برشا 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 برشا. صانعي المحتوى زاد نتاع تيك توك يا خويا راكم عندكم نمبر دو في ما شاء الله. هاي جايتكم بعد شوي نور تنحكيو معاها. ترويج معناها والله ريت تو تيك توك وليت اكثر منصه معناها في العالم الناس تتفرج فيها. والله نلوم عليهم شويه يا جماعه تيك توك علاش؟ تو انت شاهدوا فيكم العالم العربي الكل تو مثلا ضحى العريبي، ضحى العريبي هي اللي دخلت التيك توك لتونس. خلينا نقولوا متعرف بها هي ضحى حاولت قدر الامكان شفت فيديوهات نتاعها حاولت قدر الامكان تمشي لمطماطه تمشي للجنوب مشيت لبرشا بلايص اي مشيت لبرشا بلايص وحاولت قدر الامكان تخدم دي فيديو انها تعرف بتونس تخلي الناس تحب تونس وجابت حتى خلينا نقول جماعه تيك توك اللي في الاردن وكذا 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 مش زوجها لك زوجها هو بون طليقها مانيش نحكي على ذاك نحكي على اسماء اخرى جبتهم وعرفت بتونس وخدمت قدر اما حبست غادي علاش ما خذيتوش من ولا ذاك الباهي على الاقل نتبعوا بعضنا في الباهي ما نقدوش نحلوا كان في لايف العشرة متاع الليل وهاي شروط اللايف شنيه وهاوا اختانا من هذا الكل اختانا به تحبوا تدخلوا به فلوس عندكم حق وكذا تخدموا على رواحكم ربي يعينكم فما اللي معاه وفما اللي ضد الخدمه هذه حتى فما شكون ما يعتبرهاش خدمه اصلا صحيح ولكن هي تخلينا نخدموا محتوى مزيان صحيح كيما نتفرج في صنع محتوى والله نسيت مغربي ولا قال ضحى عندها نمبر دو فيو معناها وفولورز اكثر من الشعب التونسي اصلا معناها 14 مليون ما شاء الله ما شاء الله يعني كي تخدم به تسوق به لتونس تشوف انت قداش ما شاء الله تخدم اكثر حتى من اي كومباني باش تسيق مش كان ضحى انا عجبني برشا تصريح فاتن الفازع كي حضرت مع هدي زعيم
اي عجبني برشا التصريح ونتمنى الشباب الكل، مانيش باش نحكي كان على ضحك، نتمنى الشباب الكل تمشي بالتصريح هذاك رغم ذيك ولقى برشا انتقادات راهو تصريح اي فوالا يخدموا بذكاء هما الشباب تويك ويعطيهم الصحه بالحق، اما نحاولوا نخدموا بذكاء شويه لصالح البلاد راهي فيها ما يتصور فيها ما يتحكي عليها فيها ما نوريه للعالم بالحق فما ما نوريه للعالم خساره يبدا وما تكملش. قالينها زاد رفيق نور زاد عملوا دي كومباني هكيكا وقتها وراو تونس وكل، اما شوف ريما زايده نحكيو حتى على رفيق على نورة مانيش نحكيو على عبيد عندها امكانيات صحيح. كبيره باش تمشي من جيوبها، راهم شباب يقرا مازالوا فيهم اللي يقرا أيوه. مش من جيبهم باش يمشي ويتنقل وراهم يدخلوا في مبالغ كبيره أي. فما دعم فما ناس تخدم في السياحه فما وكالات اسفار قاعده تخدم قاعده تروج. انت شفت الفيديو اللي عدينا السفير المره اللي فاتت اللي تخدم أيوه. بالشراكه ما بين اندونيسيا وتونس فيديو محليه، علاش ما نخدموش حاجه ديما هكا؟ علاش ما نوريوش تونس بالعينين المزيانه هكا؟ صحيت وكل واحد بعينيه والله كل واحد كان يوري من الزون دو فيو اللي هو يرى منها تشوف قداش تخرج تونس خارجه عن تبدا تدور ساعات في تيك توك يعرض لي فيديو وليت نسجل فيهم عندي علاش نحب نتفرج انا في تونس وليت نكتشف فيه بالتيك توك. فما بلاصه انا نعرفها شخصيا الفايجه في جندوبه بلاصه قد ما نحكي على زينها وعلى المعالم الاثريه اللي فيها وشويه بالحق مزيانه برشا برشا من بعد بالحق تنقول لكم شكون الفوتوغراف اللي ذا دريمر الحقيقه ديما هذيك حاجه رعب برشا ديما يخدم برشا. حاجات هكيكا معناها فوالا احنا شكرا لك يا مالك. احنا مازلت 5 دقائق تلتحق بنا ضيفتنا هي صانعة المحتوى نور الغربي باش نحكيو مع الشباب تو باش نحكيو بعينيهم هما باش نشوفوا عالمهم هما. كان عندكم اي تساؤل مرحبا بكم الناس الكل.